السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف أعطيكم مراجعة نهائية لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث. عندنا في البداية في المحور الأول، هنا جزء من اليابسة ممتد داخل اليابسة للخليج العربي. طبعا هنا الخليج ماذا؟ هنا في السؤال الأول يقول لهم جزء من البحر ممتد داخل اليابسة، ما هو؟ طبعا هو الخليج. كذلك عندنا في السؤال الثاني، كتلة من الصخور مرتفعة عما حولها وفي أعلاها هي ماذا؟ طبعا قمة. الطالب يكمل قمة الجبل. كذلك عندنا في السؤال الثالث، هي أرض مستوية قليلة الارتفاع، فماذا تسمى؟ تسمى السهل. عندنا كذلك في السؤال الثاني، في السؤال الرابع، هو ممر مائي، هو ممر مائي طبيعي يصل بين بحرين أو بحر وخليج أو خليجين، طبعا هو المضيق. السؤال الخامس، أرض خصبة في وسط صحراء ترويها مياه الآبار والعيون هي الواحة. في السؤال السادس، مساحة من اليابسة محاطة بالمياه من ثلاث جهات هي شبه الجزيرة. مساحة واسعة من المياه المالحة طبعا هو البحر. مساحة من اليابسة تحيط بها المياه من جميع الجهات هي الجزيرة. أرض واسعة قليلة الأمطار والنباتات تغطي الرمال أو الحصى فهي ماذا؟ فهي الصحراء. في السؤال العاشر، هي أرض منخفضة محصورة بين منطقتين مرتفعتين تجري فيها المياه عند سقوط الأمطار هي الوادي. طبعا هنا يعطي الطالب أن يكمل العبارة. في السؤال الثاني، أن يختار الإجابة الصحيحة. طبعا هنا طريقة الأسئلة في مادة الدراسات. في السؤال الأول، هو ممر مائي طبيعي يصل بين بحرين أو بحر وخليج أو خليجين، كما قلنا سابقا المضيق. في السؤال الثاني، هي مساحة من اليابسة تحيط بها المياه من جميع الجهات هي ماذا؟ هي الجزيرة. في السؤال الثالث، أرض مستوية قليلة الارتفاع هو السهل. في السؤال الرابع، هو ممر مائي طبيعي يصل بين بحرين أو بحر وخليج أو خليجين هو المضيق. مساحة واسعة من المياه المالحة هي البحر. تشرف بلاد عمان على المضيق يسمى هرمز. هي أعلى قمة جبلية في عمان جبل شمس. أكبر جزر الموجودة في عمان جزيرة المصيرة. عندنا في السؤال الثالث، هنا الأسئلة المقالية يقوم الطالب بكتابة الجواب. ماذا تقول لشخص يقوم بقطع الأشجار؟ طبعا أقول له لا تفعل هذا فتشوه الشكل الجميل. في السؤال الثاني، ما رأيك في الشخص الذي يقوم بتنظيف المكان الذي كان يجلس به على الشاطئ البحر؟ أقول له أحسنت، بارك الله فيك، أنت تحافظ على جمال شواطئنا. في السؤال الثالث، كيف تعايش العماني مع تنوع أشكال السطح في عمان؟ طبعا تمكن من التعايش مع أشكال السطح المتنوعة والاستفادة من خيراتها. برأيك كيف تستفيد من تنوع أشكال السطح؟ طبعا نستغل التنوع الموجود عندنا في السياحة. السؤال الرابع، هنا توصيل. طبعا عندنا يعطوهم صور ومجموعة من الفقرات ويقوموا بالتوصيل الصورة المناسبة مع الفقرة المناسبة. في السؤال في أول فقرة، تستخرج منها بعض المعادن، طبعا هنا كما موصل لكم تبني فيها السدود للحفاظ على المياه، أيضا يتركز فيها السكان بسبب خصوبتها ووفرة مياهها. كذلك تنقل البضائع إلى الدول المختلفة. الآن ننتقل إلى نفس الفكرة، الفرق بين الجزيرة وشبه الجزيرة وكذلك المضيق والخليج. يجب أن يفرق الطالب بين
الجزيرة وشبه الجزيرة والمضيق وكذلك الخليج. عندنا في هذا السؤال أيضا يعرف الطالب تعريف الواحة، هي أرض خصبة في وسط صحراء ترويها مياه العيون أو الآبار. الوادي هي أرض منخفضة محصورة بين منطقتين مرتفعتين تجري فيها المياه عند سقوط الأمطار. كذلك البحر هي مساحة واسعة من المياه المالحة. هنا طبعا الأسئلة التوصيل، كذلك السهل هي أرض مستوية قليلة الارتفاع، والجبل هي كتلة من الصخور مرتفعة عما حولها وفي أعلاها قمة. كذلك لدينا الجزيرة، هي مساحة من اليابسة تحيط بها المياه من جميع الجهات. المضيق هو ممر مائي طبيعي يصل بين بحرين أو خليجين أو بحر وخليج. كذلك الصحراء هي أرض واسعة قليلة الأمطار والنباتات تغطيها الرمال أو الحصى. والخليج هو جزء من البحر ممتد داخل اليابسة. كذلك عندنا في درس الثاني وهو عالم من بلادي، ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي في محافظة ماذا؟ في محافظة الباطنة. ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 100 هجري. سافر الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى ماذا؟ إلى البصرة. برع الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم اللغة. الخليل بن أحمد الفراهيدي ألف كتاب معجم العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي اكتشف علم العروض. من مؤلفات الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب النقط والشكل ومعجم العين. أصبح الخليل بن أحمد من العلماء المشهورين. في السؤال الثاني نختار الإجابة، الخليل بن أحمد الفراهيدي من علماء اللغة العربية. الخليل بن أحمد الفراهيدي ولد في عمان. ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 100 هجري. ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي في محافظة الباطنة. الخليل بن أحمد الفراهيدي اكتشف علم العروض. كذلك لدينا هنا سؤال، سافر الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى البصرة طبعا لطلب العلم. لدينا في السؤال الثالث، أعلل سفر الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى البصرة طبعا لطلب العلم. ما رأيك في الشخص الذي يقدر الإسهامات العلمية البارزة للخليل بن أحمد الفراهيدي؟ طبعا أقول له أحسنت، يجب أن نقدر علمانا ونحترم جهودهم. كيف كان طلب العلم قديما؟ طبعا كان صعب جدا، حيث كانوا يسافرون بعيدا عن بلادهم وأهلهم. برأيك لماذا درس على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي العديد من الطلبة؟ طبعا ليأخذوا عنه العلم، ولأنه أحد علماء المشهورين. طبعا هنا نضع صح أم خطأ. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي من علماء اللغة العربية، طبعا هنا الإجابة صحيحة. سافر الخليل بن أحمد إلى مدينة الكوفة لطلب العلم، هنا خطأ، إلى مدينة البصرة. الخليل بن أحمد الفراهيدي مكتشف علم العروض، هنا الإجابة صحيحة. ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 2000، هنا الإجابة خاطئة، عام 100 هجري. طبعا هنا كان في 200 هجري، هي خاطئة، 100 هجري. ولد الخليل بن أحمد في سمايل، أيضا هنا الإجابة خاطئة. الخليل بن أحمد هو مؤلف معجم العين وكتاب النقط والشكل، هنا الإجابة صحيحة. كان الخليل بن أحمد يحضر حلقات العلم في المساجد، أيضا الإجابة صحيحة. عندنا في الدرس الثاني الثالث وهو عيدنا الوطني، تحتفل بلاد عمان بعيدها الوطني يوم 18 نوفمبر. العيد الوطني لعمان يوافق يوم مولد السلطان قابوس طيب الله ثراه. من مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني فن الرزحة. واصل مسيرة النهضة السلطان هيثم بن طارق المعظم. العرض الطلابي أحد مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني. نحتفل بالعيد الوطني من خلال إطلاق الألعاب النارية. العيد الوطني يوافق يوم ماذا؟ يوم 18 نوفمبر. العيد الوطني يوافق مولد السلطان قابوس. من مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني ارتداء الزي التقليدي. السلطان قابوس طيب الله ثراه ومؤسس النهضة العمانية. استقبل العمانيون العيد الوطني بكل فخر واعتزاز. هنا
السؤال الثالث، علل يحتفل العمانيون بالعيد الوطني يوم 18 نوفمبر لأنه يوافق مولد السلطان قابوس طيب الله ثراه. برأيك كيف يحتفل العمانيون بالعيد الوطني؟ طبعا من خلال العرض الطلابي والألعاب النارية وفن الرزحة وسباق الخيل وتزيين الشوارع والمنازل بألوان علم عمان. كذلك عندنا صح أم خطأ، العيد الوطني يوافق يوم مولد السلطان هيثم المعظم. هنا الإجابة خاطئة، تحتفل بلاد عمان بالعيد الوطني يوم 18 نوفمبر من كل عام. هنا الإجابة صحيحة، الزي التقليدي والألعاب النارية أحد مظاهر الاحتفالات بالعيد الوطني. هنا الإجابة صحيحة، فن الرزحة أحد الفنون البريطانية. طبعا هنا خاطئ، سلطان قابوس طيب الله ثراه أرسى دعائم النهضة العمانية المباركة. هنا الإجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى الدرس الرابع وهي السياحة والتجارة في بلادي. أولا أكمل كما تعودنا دائما، انتقل فرد أو انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة طبعا تسمى السياحة. انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة داخل الدولة طبعا تسمى السياحة الداخلية. انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة خارج الدولة تسمى السياحة الخارجية. بلاد عمان تمتلك الكثير من المواقع السياحية الطبيعية أو البشرية. كذلك عندنا طبعا والبشرية. سؤال الخامس، يقوم بتعريف السياحة بالمواقع السياحية وإعطائهم المعلومات عنها طبعا يسمى المرشد السياحي. تقوم بالمحافظة على أمن الركاب وراحتهم وتقديم الضيافة لهم هي المضيفة. يتولى مسؤولية الفندق والعاملين به هو مدير الفندق. تستخدم في نقل البضائع من عمان وإليها هي المواني. يمكن نقل البضائع عبر الطرق الجوية والبرية. عملية بين المنتجات وشرائها هي التجارة، يتم من خلالها نقل المنتجات عبر المطارات الطرق الجوية. يتم من خلالها نقل المنتجات عبر السيارات والشاحنات الطرق البرية. بيع وشراء عبر شبكة الانترنت هي التجارة الإلكترونية. عندنا في السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة هي السياحة. انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة خارج الدولة هي خارجية. انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة داخل الدولة هي داخلية. البحار مواقع سياحية طبعا طبيعية. برج الصحوة موقع سياحي بشري. يستخدم في نقل البضائع في عمان هو المواني. هي عملية بيع المنتجات وشرائها هي التجارة. يتم من خلالها نقل المنتجات عبر المطارات هي الطرق الجوية. يتم من خلالها نقل المنتجات عبر السيارات هي الطرق البرية. بيع وشراء عبر الإنترنت هي التجارة الإلكترونية. يقوم بتعريف السياح بالمواقع السياحية وإعطائهم معلومات عنها هو المرشد السياحي. يتولى المسؤول الفندق والعاملين به هو مدير الفندق. تقوم بالمحافظة على أمن الركاب وراحتهم وتقديم الضيافة لهم هو لهم طبعا المضيفة. في السؤال الثالث، برأيك كيف تشجع الحكومة على التجارة؟ طبعا من خلال إنشاء العديد من الأسواق والمراكز التجارية. ما رأيك في الشخص الذي يحترم السياح ويرحب بهم؟ أقول له أحسنت، يجب أن نحترم السياح ولا نضايقهم. كيف تستفيد الحكومة من المواقع السياحية؟ طبعا من خلال إنشاء العديد من الفنادق والمنتجعات وإنشاء وزارة مختصة بالسياحة. برأيك ما أهمية الطرق البرية والمطارات والمواني التجارية؟ طبعا تنقل من خلالها البضائع والمنتجات من عمان وإليها. صح أم خطأ، يجب المحافظة على المرافق والممتلكات في المواقع السياحية؟ هي صح. السياحة الداخلية انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة خارج الدولة خطأ. السياحة الداخلية انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد لزيارة أماكن معينة داخل الدولة صح. بلاد عمان تملك الكثير من المواقع السياحية الطبيعية والبشرية صح. الطرق البرية يتم من خلالها نقل المنتجات عبر المطارات هي الإجابة صحيحة.
هذا هو ملخص المحور الأول. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.